فنان، فنان من فنانينا الحقيقة المختلفين، فنان رائع طبعا رحل عنا، ولكن ليه كده بصمته، بصمته الخاصه. يمكن انا كمان من جيل هذا الفنان علاء عبد الخالق، فنان اللي بتمر ذكرى رحيله الحقيقه. وعلاء عبد الخالق يعني لما تتتبع مشواره، الرقه الرومانسيه، التهذيب، حتى هو لما مر بحاله صحيه ما كانش الحقيقه من الناس اللي بتتكلم او بتشتكي، يعني مشواره طول الوقت مشوار هادئ مليان بس بالفن ومليان الإنتاج. والحقيقة يعني يمكن الزملاء ومن الفنانين احتضنوه يمكن في فترة مرضه الأخيرة، وكانوا طول الوقت معاه، والناس الحقيقة كانت بتسمعه، لأنه حتى أغاني علاء عبد الخالق كلها جميلة، كلها منتقاه، ألحان جميلة، كلمات جميلة، وتجربته مع الأصدقاء طبعا الفنان العظيم الموسيقار الكبير عمار الشريعي كانت تجربة مش ممكن حد ينساها. بتتزامن الحقيقة الذكرى 4 يوليو كمان بعد مسيرة كبيرة من العطاء لعلاء عبد الخالق، ورغم أنه كلمات أغنيته الشهيرة يعني كان بيغني طبعا مع يعني دايما كلها حب في جمهوره وأصدقائه زي ما أنا قلت، لكن عمرنا ما ممكن ننسى أبدا علاء عبد الخالق. أتمنى أن احنا دايما نفتكره بكل خير، ونفتكر دايما أنه علاء عبد الخالق هو الإحساس، شجن، هدوء، يعني رقي، مش يعني دايما مشواره مرتبط كده باسمه. يعني انا دايما بفتكر كمان اغانيه بالذات السولو اللي كان بيغنيها مع الاصدقاء، او حتى اغانيه كان مع فريق الاصدقاء، وهو عمل حاجات كتير كمان مع فنان عمار الشريعي حتى بعيدا عن الاصدقاء. رحل علاء عبد الخالق عن عمر 59 عام، وطبعا النهارده الفنان حسام حسني بيحيي ذكرى علاء عبد الخالق بلمسة وفاء وامتنان حقيقة رائعة جدا. يعني شيء جميل جدا أنه نفضل نتذكر فنانينا، ويكون الحقيقة الزملاء هم اللي بتذكروا. الفنان حسام حسني، مساء الخير يا فنان. مساء الخير أستاذ الشفكي، مساء الخير عليك، ومساء الخير على جمهورك وعلى كل اللي بيسمعنا وبيشوفنا. يعني أنا دايما بقول أنه علاء عبد الخالق كان شبه أغانيه طول الوقت، هو شبه مشواره، رقيه وهدوءه. هو الحقيقه علاء اصله فنان، يعني هو خريج معهد الموسيقى العربيه، وعلاء لما اختار اله عشان يعزف عليها اختار اله رقيقه جدا وعذبه جدا وشجيه جدا، اللي هي اله الناي. صحيح، يعني علاء عبد الخالق اصلا عازف اله ناي، فما شوفي كميه الشجن اللي كان بيطلع منه اثناء عزفه انعكس على غنائه ده اولا. عبد الخالق علاء من يعني انا شخصيا كزميل يعني من احسن الناس اللي شفتها في اخلاقه، كان يعني اسم على مسمى طبعا. هو خلوق جدا قوي قوي قوي، وكان علاء يعني عاوز اقول لك يعني بيتكسف، علاء ممكن يعني كان خجول كمان جدا. صحيح جدا. صحيح، دي حاجه تانية بقى. لما فنان كبير زي الاستاذ عمار الشريعي وهذا العملاق في الفن الشرقي يروح معهد الموسيقى العربية عشان ينتقي أصوات في مطلع الثمانينات عشان يكون فرقة موسيقية، فيختار الأستاذ علاء والأستاذة حنان والأستاذة منى. أيوة. من كل هذا يعني من كل الطلاب اللي موجودين في مختلف المراحل، كان أولى ولا تانية ولا تالتة ولا بكالوريوس معهد موسيقى عربية، ويختار الثلاثة دول. إذن الثلاثة دول فيهم حاجة مميزة جدا. صحيح، وان يختار علاء كولد يعني من وسط ناس كتير. انا عاوز اقول لك ان في الفتره دي كان الاستاذ محمد الحلو في بكالوريوس، كان الفنان عمرو دياب بيدرس، كان ناس كانت لطيفه بتدرس، كان ناس كتير قوي بيدرسوا. خد بالك هو كمان، بص استاذ حسام، هو الموسيقار عمار الشريعي اختار الشباب اللي هم يعني شبه الحاله، شبه الزمن، شبه الشباب في الوقت ده. انا جات لي الفرصه ان انا اسال عمار الله يرحمه، استاذ عمار الشريعي، وكان طول عمري يعني عاوز اعرف السبب. قلت له انت ليه اخترت علاء مع ان علاء مش قسم اصوات، ده قسم عزف وبيعزف على الناي. ايوه، قال لي كنت عاوز ناي لفرقتي يغني بصوت الناي. الله، حلوة قوي. عشان كده انا اخترت علاء. ايوه يعني يبقى كان علاء بيلعب صوت الناي جوه الفرقه بصوته. بالضبط. ده كان رد بريء جدا. هو عمار الشريعي ده يعني موسيقار عظيم، ما بيفكرش غير في الالات واصواتها، واكيد
وبرضه عاوز اقول برضه معلومه للناس اللي بتسمعنا، ان الراحل علاء عبد الخالق مر بثلاث مراحل فنيه. صحيح. المرحله الاولى كانت مع الاستاذ عمار الشريعي وفضله الاصدقاء، والمرحله الثانيه كانت مع الاستاذ حميد الشاعري، والالبومات اللي صحيح. عملوها من منتصف الثمانينات لغايه منتصف التسعينات، والمرحله الاخيره اللي هي كانت مع الاستاذ طارق مذكور والاستاذ محمد مصطفى، الموزعين الكبار جدا جدا، وعملوا فيها انتاج كبير جدا زي صحيح. دار المشك عني وداري، وزي قلبي طياره ورق، والحاجات اللي عايشه لغايه دلوقتي. طبعا حقيقي عايز اقول لك برضه ان علاء كان متميز جدا في انتقاء الالحان وخصوصا الكلمات. صحيح. يعني لما يغني غنوه زي قلبي طياره ورق، شوفي قد ايه هو مرهف الاحساس. صحيح. يعني وبرضه معلومه للتاريخ، علاء هو المطرب الوحيد اللي غنى للاب. صح فعلا. ايدي بتدور على ايدك. أيوه. لما والده رحل عمل له غنوه مخصوص. صحيح. لا يعني يعني مهما اتكلمنا على علاء عبد الخالق بنتكلم على يعني منتهى الرقي في كل شيء. يعني كانت كمان كان ليه خصوصيته. يعني يمكن برضو انت ذكرت في الوقت ده يعني عدد الفنانين والاصوات الشبابيه كانت كتيره الحقيقه، والكل كل واحد كان عنده اتجاه، لكن علاء عبد الخالق دايما كان عنده حالته الخاصه وشرايطه وناسه وجمهوره، يعني مش ممكن ابدا ننساه. طب انا يعني عايز اختم اللقاء ده، يعني قول حاجه كده لعلاء عبد الخالق، تحب تقول ايه؟ انا عاوز اقول لك ان علاء من الناس اللي حافظوا على الهويه الشرقيه للاغنيه المصريه. صح. يعني علاء ما حاولش يتفرنج، ما حاولش يبقى فرانكو اراب، ما حاولش يبقى غربي. علاء لانه دارس موسيقى شرقيه، ولانه عازف للناي، يعني ده الناي، ولانه عازف الناي ده صوتنا من جوانا. طبعا صوتنا من جوانا. الناي ده آلة مصرية فرعونية طبعاً في الأصل. طبعا. فعلاء هتلاقيه في كل أغانيه وألبوماته حافظ على الهوية الشرقية للغنوة المصرية. صحيح. في زمن الفرانكو أراب. طب أنت بتدندن له إيه؟ يعني أنت لما كده. أنا بحب علاء، أنا بحب كل أغاني. أنا بحب كل، أنا كمان بحب كل أغانيه. أنا كان ليا الشرف إن أنا اشتغلت كمان كعازف موسيقي على آلة الأورج سنة مع علاء قبل ما أغني. أيوه. فاستفدت منه كتير جدا في تجربتي اللي جت. طب لما كنتوا بتقعدوا مع بعض كنتوا بتغنوا ايه انتوا الاثنين؟ حاجات كتير جدا. زي ايه بقى؟ زي داري رموشك عني وداري، داري داري ليه بتحب تزيد في ناري، ناري ناري مثلا من الاغاني اللي انا بحبها له جدا. صحيح. والحب لي صاحب. ايوه طبعا ده احمد منيب ده. طبعا طبعا. هي دي برضو من مراحل حميد واحمد منيب وعلاء عبد الخالق. عملوا اثروا. طب اكمل الحب لي صاحب. اثروا الحقيقه الموسيقى الشرقيه الجديده بتاعتنا بحاجات كتير جدا. صحيح صحيح. قلبي طياره ورق دي من الاغاني الجميله جدا. صحيح. قلبي طياره ورق قلبك طيرها لفوق ولا. علاء كمان ليه طريقه في نطق الكلام الحقيقه. لا ليه طريقه في نطق الكلام ويربطك مختلفة. يعني هو حتى لو تفتكر الاغاني بتاعه الاصدقاء كان في اغنيه على الحدود، واحنا ماشيين على الحدود. الحدود دي انا كنت دي كانت يعني انا كنت في الوقت ده بسافر كتير مع اهلي وعشت بره كتير. انا فاكره الاغنيه دي كانت بتاثر فيا جدا، يعني اللي هو تتقطع بقى على فراقك لمصر يعني. فلا يعني أنا هقول اغنيه حلوه حاجة. جدا. أنا أصلاً من مواليد دولة الكويت. أنا يعني كنت بحس بمصريتي قوي قوي لما بسمع الغنوة دي. طبعاً. وأنا بعيد عن مصر. إحنا بنحب مصر، أي حاجة بس على مصر على طول بتأثر فينا. وأنا طيب عايز أقول يعني إن علاء عبد الخالق يعتبر ابن من أبناء مصر البارين اللي قدروا يوصلوا صوت غنى مصر للعالم كله. طب ما تيجي نعمل تعالى نعمل اتفاق كده مع بعض. يعني نعمل اتفاق كده انه نعمل كده نحيي فقره حلوه جدا. احنا خلاص في الصيف ويوم الخميس اهو موجود، شوف يناسبك امتى ونحيي فقره غنائيه لطيفه كده. انا هقول لك انا كنت بتكلم مع علاء عبد الخالق، انا كنت بتكلم مع حميد الشاعري ومع ايهاب توفيق ومع محمد محي، قالوا احنا عاوزين نعمل حفله مخصوص باسم علاء عبد الخالق، وكل واحد فينا هيطلع يغني مجموعه من اغاني علاء، وتبقى حلوه جدا جدا يعني. فاحنا فعلا طيب يعني خلينا احنا نعمل البروفات هنا في التاسعه، وبعدين الحفله تتعمل في المكان اللي انتوا عايزينه. ايه رايك؟ نتشرف خلاص. احنا يعني خلينا نعمل ده، وبعدين يعني رئيس تحريرنا هو يعني عالم الفن كله بتاعه، فخلي يعني مصطفى كده حمدي يرتب ده، خليها يتواصل ونعمل كواليسها والناس تتحمس
وبعدين ده يبقى هو كواليس وبروفة الحفلة، ايه رأيك؟ اكيد يا فندم، اكيد طبعا يا فندم، لانه بجد احنا ودي اقل حاجة ان احنا يعني نعملها لعلاء، يعني دي اقل حاجة. انا عايز اقول لك حاجة قبل ما تسيبنا، انا اكتشفت او كتير يعني من سادة الاجيال اكتشفت انه هذا الجيل اللي كان وقتها النقاد يقولوا ايه الاغنية دي، ايه الكلام ده، بالنسبة لبعض الاغاني الموجودة دلوقتي انتم اساتذة، فاحنا بنعتذر لكم يعني اذا كان ده كان أبداً حصل. لا هي لكن هي كل بجد كل تجربة في الاول ده. كل تجربة جديدة في الاول بتلاقي اكيد منتقدين ليها وبتلاقي أكيد. بس بيهاجموها ناس، بس ما التجربه تكتمل حقيقي والناس تقدر تفهمها طبعا. جيل التسعينات ده والثمانينات ده لا يعوض، اولا متماسكين تحبوا بعض جدا، باقيين بتحيوا ذكرى بعض، كلكم على قلب رجل واحد، وده حاصل في حاجات كتير قوي الحقيقه. الحمد لله. انا بشكر سعادتك على يعني على اللمسه الجميله من حضرتك انك تحيي ذكرى طبعا واحد مننا طبعا يعني فأنا بشكر سعادتك وبشكر كل الناس اللي بتحب علاء عبد الخالق. أكيد. كل اللي بطلبه منهم دلوقتي هم بيسمعونا بس، وإحنا بيسمعونا دلوقتي يدعوا له بالرحمة. أكيد ندعي له بألف ألف رحمة كل من قدم كلمة راقية وفن راقي، أكيد هو في القلوب ذكراه معمرة القلوب. بشكرك شكرا جزيلا، وحنكمل الوعد بتاعنا إن شاء الله ونعمل احتفالية ونغني. الغنى ده أحلى حاجة كلما يعني استطعنا إن إحنا نبقى موجودين. بشكرك شكرا جزيلا فنان حسام حسني، وأيضا يعني أكيد نتذكر دايما فناننا الجميل الرائع علاء عبد الخالق.